شغل عامل اضراب عام في القطاع العامي. ان شاء الله بالبركه وكاوا ماشي مع الاتحاد العام من عام العام باش يمركي العام يعملوا هكا اضراب عام. قال لك الاتحاد عطوه كيل، قالوا لهم طفح الكيل، دخلوا مع الحكومه في مفاوضات على بعض النقاط، خرجوا منقوطين. الاتحاد طالبين صاحب المنشور عدد 20، تطبيق الاتفاقيات الممضات، الدخول في مفاوضات اجتماعيه لسنوات 21-22-23، اصلاح المنشات والمؤسسات على قاعده اتفاق 22 اكتوبر 2018، انهاء التفاوض في القانون العام للمنشات والمؤسسات العموميه، والغاء المساهمه الاجتماعيه التضامنيه بتاع كل 1% هذيك. يا حكومه شنو رايك؟ قالوا لهم، قلت لهم ان شاء الله السوق الجاي مالها هاو اضراب بنهار ويرحم ربي في الفينال. ولذا أو في بالكم أو في دراكم اضراب عام نهار كامل اليوم في القطاع العام. أما ما تتفاجعوش ياسر جماعة، ما تتفاجعوش ياسر، تقريبا ماكم باش تحسوا بحتى تغيير خلال الاضراب العام. الإدارات باش يقولوا لك أرجع غدوة كالعادة، البيروات فارغة والموظفين حاطين فيستاتهم على الكرسي ويعملوا في قهوة اللوطة كالعادة، الكيران ما ثماش كالعادة، الطيران مؤخرين كالعادة، والرؤية تمتد من ميلين إلى 6 أميال كالعادة. يعني نحن تقريبا عندنا قداش من عام في اضراب عام غير ربي سترنا وبرا. حتى النقل قالك وقفوه برا وجوا وبحرا. وقالك اضراب عام دفاعا على الطبقة الشغيلة الهشة. يا اخي صبحوا الطبقة الشغيلة الهشة ضربين تاكسي ب 20 دينار باش يمشيو. ماني مشيت انا اليوم الصباح، مشيت الصباح باش نحضر الاجتماع العمالي اللي عاملينه قيادات الاتحاد للدفاع عن الطبقات الشغيلة الهشة. يا اخي ضعت في ثنيه ما عرفتش البلاصة. وليت كلمت صاحبي نقابي بالطابع هذا، قلت له بربي الاجتماع العمالي فين؟ قال لي تبع الكراهة بالمراكية، فين تلقى باركينج فيه ارخص كرهبة ب 100 مليون؟ هذاك موقع التجمع العمالي بتاع قيادة الاتحاد. ويا شغيل ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح. حتى اسمه صاحبي زياد التويتي يحكي لي على واحد نقابي بيت مصبح فرحانا بالاضراب العام، خرج قال لك اليوم على الصباح يعيط، وبيت مصبح مسكين تاعه، على الصباح يعيط، حاد الاتحاد دربك يا حشاد، حاد الاتحاد دربك يا حشاد. يا ودي قالوا له ايش انا دربك نتاعك يا ودي، عاش الاتحاد على دربك يا حشاد. باهي قال له مكه باهي، حاد يا حشاد دربك يا اتحاد. يا ودي ايش؟ قال له ركز جا ربي ركز. قال له مش بربزنا الواحده، عاش الاتحاد على دربك يا حشاد. قال لهم الله يبارك، حفظتها برا عنده، دربك يا حشاد الاتحاد، حاد يا ودي. قالوا له ختام في بلعاني، عاش الاتحاد على دربك يا حشاد. بجا ربي قال مسحون، فسروا لي انتم شكون اللي دربك، الاتحاد ولا حشاد؟ والله قالوا له ما قاعده الدربك كاين البلاد بيناتنا. اما مشكله راهو الاضراب العام، الاضراب في القطاع العام دايره، لا مش حلوه راهو الاقتصاد للصوره التونسي. حتى قال لك خسائر بالجمله راهو اليوم بسبب الاضراب العام، لا سيما انه قطاع الرشوه باش يتعطل لمده 24 ساعه. مال اش باش يعوضهم هذوما؟ حتى في المطار، قالوا لهم باش نعملوا اضراب عام، الموظفين الكل شاركوا، كاين جماعه الفليجات. مالها؟ شنو هي؟ باش يمدوا لهم الطابوبي البرفانات والشوكولاته والسبدريات وكذا. الواحد يساند الاتحاد صحيح، مش على حساب مكتوب. اما نجح راهو، نجح الاضراب قال لك حسب لخ. لخ لمين العام نور الدين العام التونسي للشغل، قال لك الاضراب نجح بنسبه 96%، رغم اللي ثم بعض المؤسسات كسروا الاضراب رواه في برشا ولايات. انا نعرف واحد بطال اليوم باش ما تخرج في الاتحاد يخدم. يخدم بلاش اخويا، ذاك هو كما قلت لكم انا، الاتحاد يتلعبوا معاك يا يفسد لك اللعب. الاتحاد ما تمدلوش يفك. وانا بمناسبه الاضراب قلت نضرب لكم مثل تاع واحد تعرفت عليه اثناء احدى الاضرابات، عرفته في ضريبه دخلت فيها انا حزاز. يا اخي رصات لي دفعت الضريبه وبيت معاهم في المركز على القزاز، كان مغروم بالاضرابات، حتى كل ما يبدا ضرب وصبات يقوم يعمل اضراب بالرباط. عاد صحيبنا هذا هو مروح من اضراب ضربه سيس دوز، ضرب لها بونطاطا ضربته طريحه الفراش، وانا ماني نعرف هو ضربه التل. انا قلت نمشي نطل عليه وماني نضرب على قلبي فطور بحذاه، نولي هكا ضربت عصفورين بحجره، نولي كلي طليت وتغديت يا والضرب ولا لوح. عاد ضربت الباب حلت لي اخته ضاربه كيلو مكياج على وجهها، ضربتني بفجعه لخلخت وقالت لي تفضل. نلقاه ضارب النوم في فرشه والجيني عنده ضاربه تنابها. قلت له توا بحكم خبرتك في الاضرابات زعما الهندي يهبط على بكري عام السنه ولا؟ قال لي انت والظلفه ايش باش تقرر؟ علاش؟ قلت له يا اخي من وقتاش الظلف يقروا؟ اباي قال لي كيما من محاسن الصدف اغلب القرارات بين يدين الظلف. تونس قال لي ظلفه كبيره اما من غير شوك، هذاك علاش الدجاجه تقرر وقتاش يعوعش السردوك. وليت هزيت ظلفاتي وقلت له انستك بظلفاتك وكان الكلام فاتك قول سمعت ورشم له شكبه.